تسهم وانسى الكدر. أعطي من قلبي الرضين دون من أو ضجر، كن كما كان الرسول لطفه عم البشر. كن تقيا ساميا صلي في وقت السحر، ابني صرحا شامخا دون أجر أو شكر. هل زهاك الزرع يوما بعد آثار المطر؟ هل تأملت بعمق تركه ذاك الأثار؟ كن نقيا كن بهيا كن كحبات المطر، كن رؤوفا كن رحيما ابتسم وانسى الكذب. بسم الله الرحمن الرحيم. مع حصة جمعيات من مدينتي اليوم انتقلنا لبلدية الحوش. نشكر جماعة على حسن ترحيبهم وكرم ضيافتهم. اليوم أرنا في ضيافة جمعية رياضية آفاق الحوش. معنا الأخوين راح نتعرفوا عليهم. عمر بن سالم أمين مال الجمعية، جمعية رياضية آفاق الحوش. و بن عمار صالح كاتب الجمعية. كاتب العام للجمعية. مليح، مرحبا بكم في هذه الحصة. الهدف نتاعنا هو أن نتعرفوا على الجمعية. تفضلوا. الجمعية الرياضية آفاق الحوش هي جمعية رياضية ذات طابع اجتماعي. كانت فكرة الجمعية هذه متكونة من مجموعة من اللاعبين قدامى، كنا نديروا مباريات مع بعضنا. تنقلنا لعدة ولايات من بين مدينة قسنطينة مدينة الواد، وجات من ثم جات الفكرة يعني باش نكونوا جمعية. يعني هي الفكرة أنها جاء يعني كنا نتنقلوا ومشنا منظمين وماناش كما نقولوا في ذاك. من بعد جاتنا فكرة باش نديروا الجمعية. يعني كيف حتى جاتكم الفكرة بالضبط؟ يعني أعطيها أنا باختصار. يعني باختصار يعني هو لازم كل حاجة لازم لها تنظيم ولازم لها هيكلة ولازم لها ذاك. احنا في بداية الأمر قلت لك كنا نتنقلوا ونروحوا لمدينة الواد وتسوف يعني جيراننا في سطيل، نديروا مباريات. رحنا شحال مرة ثاني لمدينة قسنطينة لبابنا لمدينة وطاقة ثاني درنا مقابلات. وكان تعبنا فكرة يعني باش نكونوا الجمعية هذه، ويعني الشيء اللي زاد يعني دعمنا ولا كما نقولوا حبينا باش حفزنا القطره التي افاضت الكاس هي العام اللي فات. يعني تنقلنا هذه السوسه لتونس، ثم يعني حاولنا باش نديروا برمجنا مقابله، ويعني كان يعني تمت العمليه. وانما في اخر لحظه يعني اكتشفوا بلي ما عندناش جمعيه وماناش مهيكلين، ثم وين رفضت الفكره وما لعبناش يعني. وهذاك يعني اللي خلى الحافز اللي زاد خلانا باش نصروا على الجمعيه. الجمعيه تسميتها الجمعيه الرياضيه آفاق الحوش، تم تاسيسها بتاريخ 28/11/2016. مجال اقليم نشاطها في بلديه الحوش. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تعرفنا على ظروف نشأة الجمعية الرياضية آفاق الحوش، معنا الآن سيد رئيس الجمعية. عرفنا على اسمه. السي عبد الكريم. السي عبد الكريم رئيس جمعية آفاق الحوش. مليح. شيخ، ما هي أهداف المسطرة لجمعية أهداف حوش ربما؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بقناة سيدي عبد الكريم في بلدية الحوش. أهداف الجمعية هي ذات طابع رياضي، هي الارتقاء بالرياضة في هذه البلدية المعزولة كما رانا عارفين. يعني نقول الحوش هذه من أكبر البلديات المعزولة من جانب الرياضة. الأهداف تاعنا هو أول هدف هو إنشاء ملعب موشوشة باستماع في هذه البلدية. في الزيارة الأخيرة للسيد الوالي الأخ كروب اللي رحبوا به، يعني كنا تكلمنا معه وقدمنا له بعض الأهداف من بين هذا الهدف الرئيسي يعني. وكان يعني كانوا عندنا بإذن الله، قلنا بلي ينظرونا في الاعتبار.
ويسمى هذا الهدف هو السعي مع السلطات من أجل إنشاء ملعب معشوش. بارك الله فيك. وما وبش من نكون صراحة مع بعضنا الجمعية هذه رأي لما تقريبا 300 شاب مخرج الجمعية لما نسب لنا انحراف من أمور كثيرة ياسر. عندكم الآن يعني عدد المخاطئين تقريبا 300. نعم. زيد إحياء التظاهرات الرياضية، الرياضة سيل تواصل بين الشعوب، عندنا نروحوا لقسنطينة، نروحوا لبيتنا، ما شاء الله يعني اللي تابع اللي تابع يعني نشاطاتكم يعني في فيسبوك ولا هذاك يعني راكم تنقلوا ما شاء الله يعني يعني ما شاء الله الوقت الحالي يعني تعدى صدى كبير. قمنا بتنظيم دورات رياضية. نعم. في البلدية دورة. الآن اسمح لي أستاذ يعني حتى نحاول أن ننظم حوارنا الآن، نتكلم عن الأهداف ثم سنتحدث عن الأنشطة التي قمت بها، يعني الأهداف المسطرة في الجمعية، إنشاء السعي مع السلطات لإنشاء ملعب معشوشب، محاولة جمل أو جمع شمل الشباب واللاعبين القدامى، ثم خلق تقدر تقول الجمعية هذه خلقت في متنفس. نعم. للشباب كاين امور يعني عدت يعني كاين شباب نقولها كاين شباب يعني احنا اللي بفضل ربي سبحانه من بعد الجمعية هذه يعني عادوا مارسوا في الرياضة اخطاوا الامور اللي يعني اللي ما تليقش يعني ما شاء الله يعني. نعم. ثم الاهداف الاخرى يعني ممكن تكون الاهداف الاخرى دايرين الطابع الاول هو طابع رياضي ومن بعد يجي الطابع الاجتماعي. نعم. اجتماعي هذا اجتماعي وترفيهي وترفيهي يعني لحد الان حابين نديروا نقولوا في اطار الترفيهي هذا نديروا رحلات نديروا مخيمات ان شاء الله راهي في البرنامج وتبقى دائما هذه خطره كما قال الرئيس بلدية الحوش معزوله في الحوش هذه هي يعني تبعد ب 2 كيلو 32 كيلو ماشي على مسافه مسافه ما عندهاش نشاطات استاذ رجيت اليوم ربما ما على بالكش ما على بالكش بلي كاين ما كانش جمعيه تنشط هنا صح ايه انا نكون احنا المبادرين ان شاء الله ان شاء الله باش يعني ماشي غير الشباب برك كما يقول الرئيس حتى الجيل الجاي هذا بعد نجيبوه بعقليه واحده اخرى ان شاء الله بعد ما تعرفنا على أهم الأهداف يعني المسطرة يعني آنيا لتريد الجمعية العمل على تحقيقها يعني الآن ما هي ربما الأهداف أو المشاريع المستقبلية لجمعية آفاق الحوش الرياضية؟ تفضل. الأهداف المستقبلية لجمعية آفاق الحوش أن عندنا أهداف مستقبلية بإذن الله إن شاء الله نحاول في المستقبل ننظم مخيمات صيفية في دول شقيقة نعيش في ولاية في دول شقيقة والانخراط في بطولة في البطولة الولائية ما يخفاكش يعني الحوش يعني كما نقول الولادة البلدية اللي تجيب الهادي عادل وتجيب زريبيع وتجيب التريعة هذا كل لعبوا في الأقسام العليا في القسم الأول كفاك الهادي عادل هذا كان هداف بطولة الوطنية يعني والله يعني سمعوني من المنظر يعني عيب تعود الحوش ما عندهاش ملعب يعني والله رعب وهذه هي إن شاء الله يعني الصوت يوصل يعني المهم إن شاء الله نتمنوا التوفيق لهذه الجمعية الواعدة التي سطرت أهدافا كثيرة تريد تحقيقها نتمنوا إن شاء الله أنها تتحقق ولما إن شاء الله نسمع بها ولما نزوركم مرة أخرى إن شاء الله نشكر القناة ونشكر التوصيف خاصة يعني وإن شاء الله الخير القادم أفضل إن شاء الله بارك الله فيك شكرا معنا السي بويسم تكلمنا على أهم الأنشطة التي قامت بها الجمعية الرياضية آفاق الحوش تفضل قبل اعتماد الجمعية قامت يعني بعدة نشاطات وزيارات لعدة مدن وعدة بلديات من الولاية وبعد اعتماد
أول نشاط قمنا به درنا دورة رياضية اللي كانت في مارس 2017. شارك فيها 16 فريق من الحوش سيدي محمد موسى والسعده. وحاولنا في هذه الدورة أن نحو واحد العقلية قديمة هنا في البلدية تاع الأحياء هذه. شرطنا عليهم أول شرط أنهم ينحوا تاع ما تجينيش من حي. جيني خلط لي من جيب لي واحد ربعة منا ثلاثة منا وما تلعبليش بس من الحي، دير لي اسم واحد آخر باش نحل العنصرية ديك شوية والقبلية ولا صحيح هذيك هي. وخرجنا بنتيجة يعني رائعة يعني حتى الدورة كانت ناجحة 100%. يعني قمنا بتسليم جوائز يعني في المقابلة النهائية تمثل في ألبسة وكؤوس وكرات ونشكر يعني في هذه الجماعة اللي قامت بمد يد العون يعني لينا وقامت ب يعني بتدعيم الدورة الرياضية. كم دامت الدورة يعني؟ دامت مدة 21 يوم. 21 يوم مقابلات متتالية يعني. يعني ذات أمبيونس كبيرة في الحوش. يعني خلينا على الفراغ اللي كان كاين في البلدية وعادت الناس يعني يوميا حاضرة يعني في الصداد يومي يعني. وبعدها يعني حسوا بفراغ يعني شديد بعد نهاية الدورة. يعني هذا ربما ما يحملكم أنتم كذلك مسؤولية أنه لازمكم تفكروا خلال الصيف هذا ربما في تنظيم شيء معين يعني. الشيخ راهو ما غير يعني احنا ذوك باش ننظموا. احنا شاركنا مؤخرا في دورة في رمضان في مدينة واد سوق في ولاية الواد يعني. ايه في ولاية الواد. التنظيم يروح على الصطاد يعني يقعد عندك قال ملعب معشوشم ومسيج ما تعبش فيه خلاص. احنا ما تصورش يعني التعب اللي تعبناه يعني في الدورة هذه. برك ملعب الكبير تاع البلدية قمنا بإنجاز ملعب صغير فيه يعني. يعني وكان يعني هي من كون جاء ملعب يعني وجاهز نقول لك كل شهرين ثلاثه نديروا دوره يعني ما تعبناش ان شاء الله. ولكن هذا لا يمنع انه يعني الواحد راح يتحمل مسؤوليه ما دام عطله الربيع يعني ذاته دوره. فيعني ان شاء الله والصيف ثلاثة اشهر لا بربي ان شاء الله. بربي ان شاء الله ان شاء الله. هل هناك يعني انشطه اخرى؟ درنا ثاني نهذب اجتماعية درنا رحلات نهذب اجتماعية زدنا درنا رحلات لمدينة باتنا ومدن درنا رحلات درنا الأولاد فقنا الأولاد أمور من دينها درنا رحلات مدينة باتنا درنا إقامة أنشطة ترفيهية أنشطة تسلية وترفيه للأولاد الصغار. وفي المستقبل حابين نكبروا نوسعوا هذا النشاط ونديروا إن شاء الله مشاريع أخرى. نعم بالنسبة للرحلة مثلا لمدينة باتنا يعني ما هي الأصناف التي استفادت من هذه الرحلة يعني؟ المدرسة أصناف المدارس الأولاد الصغار من 14-16 سنة. ربي يوفقكم إن شاء الله وإن شاء الله نشوفوا نشاطات أخرى ربما كانت مسطرة في الأوراق نشوفوها تتحقق إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الجمعية هذه يعاونونا ناس نطلبوا يعاونونا ناس ثانية وسطين من بين الوالي ثانية خاصة نصطاد ملعب المعشوش اللي قلنا عليه إن شاء الله يعاوننا إن شاء الله إن شاء الله. ربما لكل جمعية سطرت أهدافها قد تعترضها عدة مشاكل وصعوبات حتى تحقق هذه الأهداف على أرض الواقع. ما هي أهم المشاكل والصعوبات التي تعترض جمعية آفاق الحوش الرياضية؟ تفضل السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. والله من بين الصعوبات ونقوله أكبر الصعوبات اللي نعانيها يعني تعانيها الجميع هو المرافق الرياضية. نقص المرافق الرياضية في هذه البلدية. أول حاجة الملعب البلدي ما عندناش ملعب. لا
ما يتطابقش مع المعايير، يعني مع معايير رياضية ملعب ما يعني إذا كان تذكر يعني متى تم ربما آخر مرة يعني والله لو أخذ تعديلات ولا والله عبدوه عنده حوالي ربع سنين هكا أرضية ترابية يعني ما نقدرش نحكي لك يعني ما هوش ملعب يصلح لكل شيء إلا لممارسة كرة قدم. نسألك سؤال يعني هل بلدية الحوش يعني فيها ماتيكو؟ والله الماتيكو هذا من بين ثاني الانشغالات الكبيرة يعني ما يخفاش عليك بلي رانا نتنقلوا للسطيل بلدية السطيل تابع الواتسوب باش نلعبوا. السطيل عندها ملعب جواري معشوشة، عناقة عندها ملعب جواري، يعني البلدية الوحيدة اللي ما فيهاش ملعب اصطناعي جواري معشوشة هي بلدية الحوش. وطلبنا في الزيارة الأخيرة وقلنا للسيد الوالي كما قلت قبل ولحد الآن ما إن شاء الله يعني إن شاء الله ما نقوله الله هي الأمور الإدارية تطلب وقت يعني وإجراء يعني لسان وزيد السلطات المحلية يعني ماذا بينا ولا بد يعني تزيد هي تتعاوننا ولو حتى معنوي إحنا يعني لماذا نركز ربما على جهة هذا لأن جمعية رياضية ربما البعض يهمل دور الجمعية الرياضية يقول لك جمعية تاع رياضة تاع بارو وقصر ولكن ينسى أن هذه الجمعية الرياضية تستقطب المئات والعشرات من الشباب وتنتشلهم ربما من الآفات الاجتماعية والمشاكل ولهذا احنا نريد احنا في يعني في الجمعية هذه أول مرة يجيونا فرق من خارج الولاية يلعب هنا في الحوش أول مرة يعني في تاريخ الحوش يعني يعني اول مره يعني بفضل يعني التنقلات تاعنا للقسنطينه لبلادنا ولا يجوا حتى هما لهنا يعني يجوا يلعبوا معنا يعني كون جات نتركوها الحوايج واحد اخرى ما تكونش يعني بالنسبه الان التنقلات يعني انتم راكم تذكروا لي بلاكم تنقلتوا للوادسوف نقلتوا للولايات يعني كيف يكون التنقل يعني التنقل يكون بالسيارات الخاصة يعني تاع الأعضاء الجمعية اللي راه معانا ولا كاين ناس يعني ثاني مناصرين يعني معانا يعني تنقل الجماعة اللي عتلعب كلكم رايحين احنا في 11 في 12 عنده ربع طوموبيلات خمس سيارات هذه نمشوا كيما هكا يعني ونشكرهم يعني ما يعني كراو كل أعباء كل راي عليهم يعني سواء وقود أي حاجة يعني راهم جايين يعني متطوعين يعني وجهه الرسمي يعني ما كان بالنسبه للجمعيه ما كان ما كان حتى يعني قال مساهمه ولا دعم يعني ما كانش يعني نتمنى ان شاء الله انها على الاقل وان كان احنا كقناه بسيطه يعني نحاول نوصلوا صوتنا لغيرنا ربما ما كانش ليعرف هذه الجمعيه او النشاطات التي قامت بها فان شاء الله يعني ربما نسمع صوتنا ان شاء الله لمن يعنيه الامر ان شاء الله يعني. في الاخير نشكر قناه سيدي عقبه تي في على تنقلها وتغطيه هذه الجمعيه الرياضيه ونشكر الزملاء في الجمعيه على الشيء اللي راهم يقدموا فيه والتضحيات ويعني بارك الله فيهم ونشكر الناس اللي راهي تساعد فينا والمساهمين واللي عاونونا كل وبارك الله فيك الشيخ سالم والكلمه للسيد الرئيس باسمي الخاص وباسم اعضاء الجمعيه وسكان بلديه الحوش نشكر قناه سيدي عقبه تي في والاخ سالم المعروف على الزياره هذه الخفيفه ونشكر الممولين الناس اللي عاونونا في احياء الدورات وفي احياء التظاهرات الرياضيه في بلديه الحوش مشكورهم يعني كل واحد باسمه وبارك الله فيكم والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ونحن بدورنا يعني نشكر هذه الجمعيه التي ربما هي كما كاسمها فتحت افاقا لابناء مدينه الحوش حتى ينضموا تحت هذا اللواء لواء الجمعية وممارسة رياضة خاصة كرة القدم نتمنى إن شاء الله أنكم توفقوا في أداء أهدافكم وتحقيقها وتلقوا إن شاء الله المساعدة
من الجهات المعنية. وبارك الله فيكم على الضيافة وحسن الاستقبال. بارك الله فيك شكرا.